فوائد النانو بصورة عامة: 1- المواد المصنعة بتقنية النانو تكون أدق وأجود وأخف وزنا وأصغر حجما. 2- قلة استهلاك الطاقة اللازمة في عملية التصنيع مع قلة استهلاك الأجهزة النانوية نفسها للطاقة. 3- يعتقد أن تقنية النانو ستساعد في تنظيف البيئة والهواء والماء بالرغم من الاحتمالات المتوقعة لتلويثها للبيئة في بعض الجوانب. 4- يمكن أن تحل تقنية النانو مشاكل الصحة والأمراض المزمنة ولو جزئيا بإضافة إلى تشخيص الأمراض وتسليم الدواء. 5- بالنسبة للصناعات الإلكترونية، من المتوقع أن تحدث تقنية النانو ثورة في طرائق وخطوات التصنيع وتصغير حجم المنتجات الإلكترونية على اختلاف أنواعها، مثل البطاريات تشحن بشكل أسرع وتدوم أطول. 6- المتانة والصلابة والمرونة وخفة الوزن وصغر الحجم وقلة استهلاكها للوقود، جميعها في منتج نانوي واحد متوقع باستخدام بعض التراكيب النانوية مثل أنابيب الكربون النانوية والكرافين. أخطار المحتملة في التعامل مع تقنية النانو: على الرغم من التطبيقات الواسعة لتقنية النانو في الوقت الحاضر والتي تشمل جميع نواحي الحياة، إلا أن هناك الآن اهتماما كبيرا في البحث عن إمكانية حدوث أثار جانبية لاستخدام هذه التقنية في حياة الإنسان. إن الجسيمات النانوية نتيجة لصغرها الشديد، فهي بالتالي يمكن أن تنفذ بسهولة شديدة من خلال الجلد والرئتين والأجهزة المعوية للإنسان بدون معرفة تأثيرها على الصحة البشرية. ومن ناحية أخرى، هل يمكن الاعتقاد بأن استنشاق المواد النانوية مثل الجسيمات النانوية أو الكرات النانوية أو أنابيب الكربون النانوية سوف يؤدي إلى سريان هذه المواد داخل الجسم ومن ثم وصولها إلى المخ؟ ولابد من الإشارة هنا إلى أنه لا يوجد أي تنظيمات أو قوانين محددة وواضحة تحدد لي الأضرار والأخطار الناتجة عن استخدام المواد النانوية، وذلك بسبب اختلاف خصائص وأحجام تلك المواد النانوية، كما أنه لا يوجد الآن تجارب وبحوث كثيرة حول أخطار هذه التقنية إلا بعض الأبحاث القليلة على فئران التجارب. ولقد أشارت بعض التجارب إلى أن الجسيمات النانوية عند استنشاقها يمكن أن تحدث التهابا في الرئتين أكثر مما تحدثه الجسيمات ذات الحجم الكبير. كما أشارت دراسة أخرى إلى أن الجسيمات النانوية قد تسبب في موت بعض القوارض وحدوث تلف للمخ في السمك. وتشير دراسات أخرى إلى تلوث الهواء إلى أن زيادة تركيز الجسيمات النانوية في الهواء سوف يؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض والوفاة. وعلى العموم، فلا بد للعاملين في تقنية النانو أن يتخذوا كافة أنواع الحذر والحيطة اللازمة لتفادي استنشاق المواد النانوية على جميع أنواعها أو ملامستها لجلد الإنسان.